كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. على أحر من الجمر يترقب المغاربة موعد رفع حالة الطوارئ الصحية على بعد أسبوعين من الموعد الذي حددته الحكومة لرفع الحجر الصحي في 10 يونيو المقبل. تتضارب الأنباء والتخوفات بين تمديد آخر أو رفع تدريجي للحجر بناء على انخفاض عدد الإصابات المسجلة يوميا بفيروس كورونا ومراعاة لصعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لأغلب المواطنين. إلا أن التصريحات الأخيرة لعدد من المسؤولين والمذكرات الوزارية تؤكد على أن المغرب ماض نحو التخفيف من إجراءات الحجر الصحي. مؤشرة كثيرة أعلنت تهم تدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو القادم على المستوى الاقتصادي الاجتماعي والصحي. وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أصدرت منشورا حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، كما دعت مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية إلى الالتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم. بدورها طالبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إداريي المؤسسات التعليمية بالالتحاق بمقرات العمل وفق التوقيت الرسمي المعمول به. المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أوقفت بدورها العمل بنظام الحجر الصحي المطبق على موظفيها تمهيدا لعودة السير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية. أما وزارة العدل فقد حددت موعد عودة العمل بمحاكم المملكة في 10 يونيو القادم بشكل تدريجي وعلى مراحل، على أن يتم العمل بشكل طبيعي في شتنبر المقبل. وضمن إجراءات التخفيف من الحجر الصحي، عرفت غالبية مناطق المغرب بعد عيد الفطر استئناف العمل التدريجي على مستوى الشركات والمقاولات، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى إجراء آخر تخفيفي يتعلق بمطالبة الولاة والعمال بتسهيل عملية التنقل بين المدن للموظفين والمستخدمين. على المستوى الثقافي وفي خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة وبتنسيق مع وزارة الداخلية إمكانية استئناف إصدار ونشر وتوزيع الجرائد اليومية دون الحاجة لترخيص مسبق. إجراء آخر ينتظره المغاربة كمؤشر مهم على عودة الحياة الطبيعية إلى المملكة يتعلق بإعادة فتح المقاهي والمطاعم. وزارة الداخلية أعلنت عملها على استراتيجية لإعادة العمل التدريجي لحوالي 200,000 مقهى خلال الأيام القليلة القادمة. إجراءات التخفيف هذا يقابلها تحذيرات مسؤولية الصحة من التسرع في رفع تدابير الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية. وزارة الصحة شددت على ضرورة التأني واعتماد مبدأ التدرج في السماح للمواطنين بالخروج وإعطاء الأولوية للجهات الأقل تضررا والقطاعات الحيوية للاقتصاد، وإلا سيعود المغرب إلى نقطة البداية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.